ارحب بحضراتكم مره تانية. يمكن الناس اللي بتدرس علم نفس او درست علم نفس هيكونوا اكتر درايه بمفهوم الشخصيه ومفاتيح الشخصيه وايه مكونات الشخصيه بتاعت الانسان، وازاي الواحد ممكن يحكم على انسان عنده مهارات وعنده نمو في شخصيته ونمو متزايد وتطوير بيحصل في شخصيته، وناس تانية لا بنحكم عليها شخصيتها ضعيفة، شخصيتها أو إنسان ما عندوش مهارات أو غيرها من الأحكام. طب إيه علاقة القداس بالشخصية؟ إزاي صلوات القداس بتنمي في شخصيتي؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة من خلال فقرة عرض الكتاب اللي احنا بنعرض من خلالها على حضراتكم تفاصيل الكتاب النهاردة، القداس الإلهي ونمو شخصيتي. سعيدني يشرفني وجود دكتور فيليمون كامل، خادم بكنيسة القديس الأنبا كراس بالزقازيق وخادم أسقفية الشباب، مدرس بجامعة الزقازيق وكاتب بموقع كنوز إبطية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل المشاهدين. أهلا بيك. اسمح لي قبل ما أدخل معاك في العمق بتاع الكتاب، و حضرتك تدينا برضو يعني ملخص عام بيتكلم عن ايه او فصوله هي عبارة عن ايه، احنا محتاجين للناس اللي ما درستش علم نفس اللي ما تعرفش بمفهوم مبسط كده الشخصية عبارة عن ايه. الشخصية بكل بساطة كده عبارة عن مجموعة الصفات الجسدية والنفسية والعادات والتقاليد والقيم والمعارف والخبرات اللي انا باخدها بتترجم عندي لخبرة، وبعد الخبرة تترجم لسلوك، وبعد السلوك بيظهر ليا للناس، فالناس تقدر تحكم على الشخصية بتاعتي وأنا أكون عارف شخصيتي، والقدام يقدر يحكم على الصفات اللي أنا مكتسبة عندي بالخبرات اللي عندي نتيجة السلوك اللي أنا بتفاعل فيه مع الآخرين. إمتى بتتكون شخصية الإنسان؟ يعني هل في مرحلة الطفولة نقدر نقول إن الطفل ده عنده شخصية؟ في البدايات الأولى من ممكن نقول كمان من مرحلة الجنين نفسه، لما الأم تبقى عصبية فالولد هيبقى اللي طالع أو المولود هيبقى عصبي. الأم بتبقى بتحب موسيقى معينة فهتلاقي الولد بيحب ده عبارة عن خبرات متراكمة حتى وهو جنين. بعد كده في المراحل الأولى من حياته تكون من أول 5 سنين أو 4 سنين تكون الشخصية أو اللبن الأولى من شخصيته اللي يقدر بعد كده ينطلق بيها، يقدر يحل مشاكله، يقدر يعمل يقيم علاقات سوية، يقدر يحدد أهدافه. فمع مرور الوقت ومع مرور السنين بتتراكم مجموعة من الخبرات فبتتكون الشخصية اللي يقدر فيها يندمج فيها الإنسان مع المجتمع أو يصبح انطوائي لو الخبرات دي بتكون سيئة عنه. يعني الشخصية نقدر نقول إنها مرنة، ممكن مع الوقت ومع العديد من الخبرات يكون في تعديل في الشخصية أو في المهارات اللي عند الإنسان. بالزبط. في الكتاب أنا شفت بقى تأثير القداس الإلهي اللي احنا بناخده كل يوم لو في قداسات يومية أو لو الظروف سمحت لنا أنه هو يبقى يوم واحد في الأسبوع، إزاي بأثر على نمو شخصيتي خلال فترة حياتي كلها. فكرة الكتاب جت لحضرتك من ملاحظة معينة يعني وقت حضورك للقداس صلاة القداس؟ أنا فكرة الكتاب جت من مجموعة ورش عمل مع أولادنا في مدارس الأحد، وفي ربط كده ما بين حياة الإنسان والقداس الإلهي. فأنا حسيت إن القداس الإلهي له عمق كبير في شخصية الإنسان المسيحي، والإنسان اللي بيتمتع فعلا بالقداس الإلهي دايما تلاقيه شخصيته فيها نوع من أنواع شخصية سوية. ده اللي بيفهم القداس الإلهي كويس واللي يقدر يفهم معانيه ويفهم كلماته. فأنا قدرت يعني أطبق المفهوم الشخصية في الباب الأولاني، القداس الإلهي بيشبع احتياجاتي اللي هو بيشبع احتياجات هرم مسلو كلها. بعد كده القداس الإلهي بيشبع علاقاتي، هل هو قادر على إحداث تناغم مجتمعي أو علاقات ما بينه وما بين الآخرين ولا لا. بعد كده القداس الإلهي يساهم في تكويني، سواء تكوين هويات القبطية أو تكوين العقيدي، تكوين الفكري، تنمية مهاراتي. بعد كده القداس الإلهي بيحقق عضويتي في المسيح، يعني بوصل بيا لأعلى هرم ممكن ما تلاقوش في مكان تاني إن أنا عضو في جسد المسيح. وكمان القداس الإلهي هو القناة الوحيدة اللي تقدر تحل لي مشاكلي أو اللي أنا أقدر أفضي فيها كل مشاكلي. فده أبواب الكتاب اللي أنا تناولت فيها الموضوعات. حضرتك بتتكلم عن الشق الروحي اللي هو المفروض بالنسبة لنا هنا بقى أعلى قمة للهرم. بالزبط. الواحد بيسعى ليها دايما أنه يوصل لها، لكن ما حطتهاش في البداية. بالزبط. يعني تكلمت عن حاجات تانية تدريج لحد ما وصلت في الآخر لقمة الهرم اللي أنا أحقق عضويتي في المسيح. عشان كده أنا بتصور أن سلوك الفرد المشبع بالقداس الإلهي هو عمل كرازي، بدليل ان انا بوصل في نهايه القداس قبل حلول الروح القدس واقول امين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف. طب انا بشر ازاي؟ ان لم يكن سلوكنا اترجم لفعل وخبرات المعلومات اللي دخلت لينا
بقت معرفة، والمعرفة بقت خبرة، والخبرة بقت اتجاه، والاتجاه بقى سلوك، والسلوك بقى تفاعل. فأنا أصبح سلوكي وسط المجتمع هو عبارة عن كرازة، هو عمل كرازي. فعشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم كده كان يقول للمؤمنين وهم خارجين: اعلموا أيها الأحباء أنكم كنتم اليوم في حضرة الله والملائكة، فاذهبوا وبشروا الذين في الخارج إن كنا في حضرة الله. إذن أنا تحولت شخصيتي من اتجاه ومعرفة وترديد صلاة إلى سلوك عام موجود جوه المجتمع. أنا طالع من القداس زي فكرة موسى لما قابل ربنا فكان بيشع نور، فأنا دلوقتي قدام ربنا واخد جسد ربنا ودمه، فأكيد شخصيتي هيبقى فيها تأثير وفيها سلوك وفيها معرفة. الإنسان بيبقى حاسس بالفرق اللي بيحصل ده من البداية، ولا برضو زي ما حضرتك قلت كده في تدرج بيوصله؟ في تدرج. أنا معرفة، الخبرة، الاتجاه، السلوك. أنا لو عرفت القداس كويس قوي وعرفت تفاصيله هبتدي الخبرة عندي تتنقل، بعد كده يتحول لسلوك. في حاجة كمان، الناس البسطة مش محتاجين ده كله. يعني في فيلم أبونا يوستس، لما أبونا يوستس صغير سأل أبوه قال له أنت رايح القداس عشان إيه؟ قال له إجابة واحدة، قال له عشان نقابل القدوس. فده بينمي شخصيته أنه هو رايح يقابل حد ذو أهمية كبيرة، هو خالق الكل. فلما يكبر الشاب ده هو في مخيلته أن القداس هو مكان عيد هيلتقي قابل القدوس. حتى أولادنا الصغيرين وإحنا بنصحيهم إنه عشان رايحين القداس هو يبقى بيوم عيد، بيلبس لبس جديد، شكل جديد، لبس حلو كأنه يوم العيد، وبيستناه من الأسبوع للأسبوع، بيستناه من الأسبوع للأسبوع، وبيستنى مدارس الأحد اللي مرفقة بالقداس ده عامل مجتمع. إذن فكرة القداس إنه عيد، إن أنا رايح عيد، فلو الفكر ده اترتب هيأثر برضو في شخصيتي، بيشتغل على المشاعر، على الأحاسيس، البهجة. عندنا هرم في الطقس بيتكلم على المشاعر والشخصية. أنا لو الصلاة في القداس كلمات بس هتبقى حاجة جافة، هتخاطب العقل. ده الصلاة مع اللحن ومع النغم بيداعب المشاعر. يعني عندنا كلمة ولحن وحركة. القداس فيه ثلاث حاجات: كلمة ولحن، لحن، حركة. وفي النص أدوات. الكلمة مع اللحن تداعب المشاعر، واللحن مع الحركة يخلي الإنسان يتساءل، والحركة مع الأدوات تدي معنى وتبرز الرمز وتخلي المعاني أو وسائل الإيضاح الموجودة لها قيمتها. طب حضرتك احنا يعني كلمة واللحن مفهومة، حضرتك تقصد ايه في الكتاب بالحركة والأدوات هي ايه؟ الحركة والأدوات، حركة أبونا، حركة الشماس، السجود والقيام، حركة أبونا ليه بيلف وسط الكنيسة؟ ما هو بيشرح قصة بولس الرسول، أو بيشرح الرسل ليه زفة القيام، دي حركة من الحركات. ليه أبونا بيمشي بالشوريا يبخر بالضبط. فإذا الأدوات مع الحركة مع اللحن مع الكلمة تمثل أو بتخلي المنظومة بتاعت القداس تدخل أو تتسلل للقلب دون أن يشعر أي فرد. بكيان بتخش جوه كيان، فبيتحول هنا بقى القداس جزء من شخصيتي، وإذا كان جزء من شخصيتي فهو مسؤول عن نمو شخصيتي، أو هو مركب من المركبات اللي مسؤول عن النمو في الشخصية بتاعتي، أو بتؤثر في شخصيته وفي هويتي. إيه المهارات بقى اللي بتنمى وبتفرق معايا مع صلاة القداس لما بحضرها وبنتظم عليها؟ أنا يعني ناخد بس الأساسيات اللي هي القداس بيشبع احتياجات الأساسية. طيب تفضل. القداس بيشبع احتياجات الأساسية زي المأكل والمشرب والملبس. تلاقي أبونا ضيق يعني في القداس، تلاقي دبر حياتنا كما يليك. عندنا في أوشية، أوشية الزرع والثمار والزروع والعشب ونبات الحقل، بيتكلم على نجاة البهائم. إذن أنا وأنا في القداس لو كان فكري مشغول بالاحتياجات الأساسية فالله قادر أنه هو يشبع. القداس بيبدأ بكلمة واحدة وبينتهي بنفس الكلمة: هللويا، الليل ويا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. يا رب خلصنا. طب ده كله ده صلاة. طب والحاجة اللي في البيت وشغلي، يا رب سهل لنا سبلا. يعني مش معقول أكون أنا عندك وإنت مش سهل لنا سبلا. يعني ارتباط احتياجات أساسية. هو ربنا عشان أنا أكون مرتاح وأنا بصلي لازم هيشبعني من احتياجاتي اللي وراء، قال لي انساها فأنا انساها، بس أنا يا رب برضو إنسان وفكر، فأقول له يا رب سهل سبلا مع الخلاص. فبيبتدي القداس بقليله يا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وبينختم بقليله يا سبحوا الله.
فده حالة فرح، فدي دعوة للتفاؤل، دعوة ببدأ بالفرح وانهي بالفرح وانتهي بالفرح. الحاجة للأمان، أنا بطلع بقى من الاحتياج التاني، من الحاجة الأولانية شبعت حاجات الأساسية، فأنا ببص للأمان. مكان الوحيد حتى الآن اللي بيشع أمان هو الكنيسة، السلام لجميعكم يا ملك السلام. المكان الوحيد اللي رغم انقلاب العالم والسرعة في الإيقاع الحياة، إلا أن الأمان موجود جوه الكنيسة. حتى لما بنعلم الولاد أن الكنيسة بتكون على شكل سفينة، عشان سفينة النجاة. بنوصل لهم الإحساس ده من هم أطفال، يعني ده داخل جوه. فأنا لما أقول له كده، لما أنت تلاقي الدنيا مضطربة بيك، يا دوبك بس عد على الكنيسة، أقف قدام أيقونة من الأيقونات، الدنيا اتحلت. فده في الشخصية هيدي شخصية سوية، ويدي شخصية إن 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 هناك أمان، لازال إن هناك أمان. لو اضطربت بك الحياة في يد ممدودة ليك وتقول لك أنا واقف وأنا مستني وأنا جاي، وفي أمان موجود، لأن هنا ملك السلام اللي هو اللي بيدي السلام. هطلع للي فوق شوية، الحاجة للحب والتقدير، يعني الحاجة للحب والانتماء. طول ما أنا في أمان يبقى أنا محتاج إن حد يحبني وأنا أحب حد. أول مثال لقيه في وشنا كده وإحنا داخلين الكنيسة، صورة المسيح وهو باذل نفسه، الذي أسلم نفسه فدية عن كثيرين. ده حاجة من حالات الحب هتدينا إحنا دافع إن إحنا نحب بعضنا، بنحب بعضنا بعض. الحب والانتماء يخليني أشعر بانتماء لكنيستي، الكنيسة، كنيسة الجامعة، يعني بمعنى ان انا حب وانتمائي اشعر بيه في الترحيم لما بذكر المؤمنين اللي انتقلوا، الهتنيات لما اذكر القديسين اللي كانوا في يوم من الايام زي البابا كرولوس على الارض معانا وارتفع، فانا منتمي للكوكبة دي. حتى كلمة لتورجي معناها عمل جماعي، وكلمة لتورجي عمل جماعي، يعني انا منتمي للمكان اللي انا بعمل فيه، وده مهارة من المهارات اللي احنا اللي حضرتك قلتيها في الاول، هو القداس الالهي بيديني ايه، ده بينمي مهاراتي ازاي، بينمي مهاراتي. من ضمن المهارات اللي هتتنمى هي كلمة لتورجي. اللتورجي هي عمل جماعي. احنا في نهايات القرن العشرين بنتكلم عن اهمية العمل الجماعي في حياة المؤسسات، والكنيسة من بدايات القداس وهي بتتكلم على ان القداس هو عمل جماعي، فهو فريق جماعي. الشخص اللي حاسس بوحدة، المنعزل بعيد موجود، مش علاقة بالناس، هيلاقي الحل بتاعه هنا. حتى الإنسان اللي واقف على الدكة ورا أو الديسك ورا كده حاسس أنه ملوش أي دور، فأبونا يقول له لا خلي بالك، أنت عبيدك يا رب قدام هذا اليوم، الكهنة والإكليروس وكل الشعب. أنا ليا دور؟ ليك دور موجود جوه الكنيسة، أنت عضو في جسد المسيح، أنت شريك في إصعاد الذبيحة المقدسة، انت في وقت من الاوقات هتلتصق بالمسيح. وهنا هنتكلم بقى على فكره هو انا فرد ولا عضو. في المجتمع يتكلم عن الافراد، فكل واحد لوحده. في الكنيسه ما تسمعش كلمه فرد، تتكلم على اعضاء في الجسد الواحد، جماعه المؤمنين. بالظبط. فالعضو في جسد، العضو يختلف تعريفه عن مفهوم الفرد. الفرد ده شيء منعزل، اما العضو ده شيء له قيمه، منتمي لحاجه اكبر، هو جزء منها، الجسد، جسد الكنيسه اللي راسها المسيح طبعا. فكل واحد فينا لو فكر ان له قيمه موجوده داخل القداس، وله عمل معين داخل القداس، وكلمه يا رب ارحم اللي بيطلعها من قلبه ده اكيد لها مكانه فوق، فيشعر ان الانسان اللي هو عنده صغر نفس يشعر بقى ان انت مش صغير. ما هو اللي مش عارف يصلي في البيت، اللي مش لاقي حاجه يقولها زي ما حضرتك بتقول، هو واقف بيصلي ويقول يا رب ارحم، وصوته بيعلى لانه بينفعل مع بالضبط الكلمه ومع اللحن. مع اللحن. في كمان انا جوه القداس انا بخرج من دايره الذات والانا وطلبات الشخصيه لطلبات تانية، فانا بتعلم هنا الانفتاح، بتعلم هنا البعد عن الانانيه، بتعلم هنا ان انا ما افكرش بس في طلباتي انا، ده انا بفكر في طلباتي وطلبات البلد، والسلام من اجل الرئيس، والسلام في الاواشي مثلا، والسلام من اجل العشب، والسلام في الحرب، والناس المتضايقه والناس التعبانه، واللي قابلني يقول لي صلي لي او صلي من اجلي. فهنا وسعت الدايره، بقى عندي انفتاح للاخر، بقى عندي قبول للاخر، بقى عندي نوع من انواع الـ الاستعداد ان انا اتعامل واتعاون مع الاخر. ده كان أول باب حبينا نسلط عليه الضوء، بيوصل بقى في الهرم إن أنا بحقق ذاتي، تحقيق الذاتي هنا بعد إشباع الاحتياجات بالظبط كلها. فبحقق ذاتي لما أوصل إن أنا أخد جسد ودم ربنا يسوع المسيح، يثبت فيا وأنا فيه. فما بقتش أنا
ودي بقى الحته اللي احنا بنفتقدها. هو مين اللي ثابت؟ ده هو بيثبت فيا وانا فيه، بقينا الاثنين واحد، هو اللي باين قدام، فدي قوه. عشان كده القداس بيسمى زيناميس، يعني قوه هائله، يعني قوه الانسان واخدها ما يعرفش قيمتها. طيب دكتور، يعني قبل ما ننقل على باب تاني، احنا يعني سامعين من حضرتك وطبعا دي حقيقه كل التاثير الايجابي الرائع للقداس في شخصيتي، بس ليه كتير احنا ما بنحسش بالتاثير ده واحنا واقفين في القداس؟ احنا ناقصنا ايه؟ مش فاهمين ولا ايه؟ يعني انا ناقصني سؤالين اتنين، واي اند واي، يعني ليه وازاي. انا لو عرفت كل تفصيله في القداس الالهي بكل بساطه افهم كويس جدا ايه الخطوات اللي بعد كده. انا لو قدرت اتحكم واعرف ليه هنا ابونا عمل كذا، ليه هنا انا واقف هنا، اتامل حتى لو كل يوم اخد تدريب او كل قداس اخد تدريب اتامل في نص معين في القداس الالهي، هبتدي ما اخش وضع الصلاه الدنيا بتاعتي هتتغير. انا داخل كاني بتفرج على مسرحيه، أنا واقف ورا بتفرج على مسرح الشمامسة وواقفين قدام وبيقولوا وهم يقولوا وأنا واقف ساكت أو قاعد نايم عشان صاحي متأخر وصاحي غصب عني. فأنا ما عنديش دافع شخصي إن أنا أحيا مع ربنا، لأن زي ما حضرتك قلت في الأول أنا ما عرفتش صلاة المخدع، يعني الصلاة الفردية اللي هي صلاة المخدع ما جهزتش نفسي ليها. فالصلاة العامة هتبقى أنا مضطرب ومش عارف اوصل للهدف اللي انا جاي له في القداس الالهي، لانها مراحل يعني بتنقل من الفرد للجماعه. انا شايف المشكله في ان معرفتي بالقداس الالهي، معرفتنا بالقداس الالهي وازاي استفيد منها، دي لازم تتطور في كل واحد فينا. عشان طول ما انا مستفاد من القداس الالهي، طول ما انا مرتبط بالشخصية، طول ما هي وهو القدس الإلهي بيأثر فيا وبيديني القوة، بيديني الدافع، بيديني الإيجابية. بدل ما أحس إني زهقان وقت القداس إمتى يخلص، عشان بالزبط بتأمل في كل جزء عارف هنا هستفاد إيه منه. ده كمان أنا لو في القداس الإلهي عايز أشكر هلاقي فيه صلاة شكر، يعني عايز أقول له يا رب أشكرك على الحاجة الجميلة اللي أنت اديتهاني، هلاقي فيه صلاة شكر. عايز أبكي هلاقي فيه ارحمنا. عايز مثلا اطلب طلب الاقي ابونا وهو بيعمد القربانه السماء انفتحت، او انا اطلب طلب اثناء حلول الروح القدس. عايز اقول مع الملائكه واسبح مع الملائكه الاقي كلمه قدوس قدوس. عايز اقول له يا رب انا تعبان متضايق تلاقي ابونا في نهايه القداس بيسكت كده عشان كل واحد يقول الطلبه بتاعته. الصلوات السريه. فانت لو انت عايز تقول اللي انت عايزه هتلاقيه موجود في الـ في الـ في القداس الالهي. صحيح. انت لو عايز تقف قدام كل كلمه كده وتقول، يعني في كلمه في الابصار بتقول جمعي فيا يا كل حواسي لكي اسبح وامجد رب يسوع. فمقدر ان الانسان يستدعي حواسه، تجمعي فيه. عشان كده القداس بيداعب كل الحواس، يعني ده من ملفت للنظر برضو. القداس بيداعب حاسة السمع وحاسة اللمس لما أنا أخش أبوس الأيقونات أو أقبل الأيقونات، وحاسة الشم في البخور، وحاسة التذوق لما أنا أخد جسد دم ربنا. إذن كل الحواس الخمسة الموجودة القداس بيشبح، بل وينميه، بل ويقدسه في كل المراحل دي ويقدسها. يعني ابونا مخيل ابراهيم، ابونا مخيل البحيري اللي هو الراهب، لما نظره راح ومش بيقدر يعني يسمع، فابونا ابونا التلميذ بتاعه بيقول له ابونا يعني انت ولا انت بتشوف ولا وسمعك انت بتروح القداس ليه؟ قال له كفايه شم ريحه البخور. يعني ارتباط الشخصيه بان رائحه البخور حاسه واحده تحسسه بالشبع، بالظبط، ترجعه انه كله شبعان للحاله. شو هو وصل لحل فين؟ وصل ان ده يطفيه سلام. واحد راح عشان يشم بخور، فاحنا بنشم البخور وبيعدي علينا البخور، لا ده واحد حط في دماغه ان شخصيته هترتبط بالعمل ده. وعشان كده لما بيحصل في فتره من الفترات حد من الشباب في وقت معين يبعد عن الكنيسه ويجي يرجع مره تانية لحضن الكنيسه، مره يبتدي الذكريات كلها الحاجات بالزبط. الخبرات اللي مر بيها تفكروا دي قصه حضرتك فكرت، يعني كان قالها احد الاباء ابونا يوحنا باقي، قال ان في حد ساب المسيحيه كان شاب وحاولوا بكل الامكانيات وبكل الطرق انهم يبعدوه، يعني يرجعوه ما عرفوش يرجعوه. فابونا طلب منه ان يحضر بس قداس ومش هيكلمه في حاجه ولا شيء ولا هيكلمه في اي حاجه. فبعد ما القداس ابتدى التناول، يعني ابتدى التناول يجي والولاد الصغيرين ابتدوا يقفوا صفوف زي العاده عندنا كده،
الشاب ده راح جاري واقف في الصف، فابونا بيبص له بيساله، قال له اصل انا افتكرت من وانا صغير وانا بقف في الصف ده، فوجود الولاد في الصف فكرني اللي انا كنت بعمله. صح، ذكرياته وعلاقته بالكنيسه وارتباطه بيها. ارتباط القداس بالشخصيه ده عمل كبير جوه مكنون الانسان، ويحدد هويته وبيحدد كمان تكوينه العقيدي. طب تكوينه العقيدي ازاي؟ انا واحد بسيط، فالقداس بيحل لي مشكله العقيده والتثليث والتوحيد، ده في لحن واحد كل الاقباط حافظينه، بيطلع ثمان عقائد. بشفاعات والدة الإله هيتين برزفي، بشفاعات عقيدة الشفاعة، والدة الإله عقيدة والدة الإله، يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا، مغفرة الخطايا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، ده عقيدة الثالوث، رحمة السلام ذبيحة التسبيح، التحول والإفخارستية. إذن مش محتاج، أنا مش محتاج إن أنا، وببساطة زي ما حضرتك بتقول كده، إن الإنسان البسيط اللي مش محتاج تعقيد وشرح، عايز أبسط طيب حاجة. أعمل إيه بعد القداس؟ أمين 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 بموتك يا رب نبشر، روح بشر. طب أبشر الناس اللي بره؟ لا، بشر بسلوكك، بشخصيتك اللي اتغيرت، شخصيتك اللي اتغيرت، فهنا بقى في نمو في 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 حياتي الشخصية. حتى المهارات، يعني المهارات التأمل في القداس ده بينمي مهارة من المهارات، مهارات القيادة، مهارات العمل الجماعي، لما يبقى شمامسة واقفين في خورص ويقول حد يقود، حد يقود، مش دي مهارة، مهارة صوتية عشان نقدر نقول ألحان أو يبقى في حد حلو حد يمتعنا، دي مهارة من المهارات اللي بتنمى وتنمي الشخص، بتنمي الشخصية. فإذا القداس الإلهي غني وسري، وزي ما قلت لحضرتك هو زيناميس، يعني قوة. الحفظ والقراية، لما بنشوف أطفال صغيرين واقفين هم اللي يقروا الإنجيل، يقروا الإبراكسيس، وبيدوهم الفرصة أنه ده حتى لو لسه بيتعلم، لو بيتهد، تنمية قيادة. يعني ده نوع من أنواع تنمية القيادة. حتى القداس كمان بيشبع النفس والجسد والروح. في آية كده، في مقولة قديس أثناسيوس الرسول قالها، لا يوجد إيمان سليم، لا توجد عقيدة سليمة إلا على نفسية سليمة. الإنسان اللي عنده عقيدة سليمة نفسيته سليمة. الإنسان اللي عنده عقيدة مضطربة أو روحيات مضطربة، إذن شخصيته مضطربة، هيبقى في نوع من التطرف في فكره وفي طريقته وفي أسلوبه. أما القداس يقدر يشبع لي النفس والجسد والروح، ويدخلهم في بعض ويخلي فيه تكيف وحالة من التكيف. الصلاة عندنا مش الصلاة بتلعب على المشاعر قوي، فتطلع المشاعر لفوق وبعد ما بطلع الصلاة ألاقي الدنيا خلاص كده المشاعر خلصت، لا، ولا هي نوع من أنواع الصلاة اللي تخليني أقعد أسمع عشان أخاطب عقلي بس، فهي بتعمل توازن بالعقل والمشاعر. بالضبط. إيه تاني من أبواب الكتاب؟ يعني هو الفصلين دول ولا في؟ لا، كمان القداس بيديني، كمان بيعرفني أن زي ما قلت لحضرتك أن القداس حيعطى عنا حياة أبدية، حياة أبدية خلاصا، وحياة أبدية ومغفرة الخطايا، فمع بيحدثني عن المستقبل كمان، بيعرفني أن من خلال القداس أنا أقدر أعيش في الحياة. لما وصلنا لسر الإفخارستية، القداس باختصار بيكلمني على 5H اللي هو الهيد، فبيشبع معرفتي وعقلي من خلال المنجلية، تمام؟ الاتش الثانية اللي هي الهارت اللي هو المشاعر، بيكلمني بمشاعري وبيقدر بيخاطب قلبي، بيخاطب قلبي. والهند بيخاطب سلوكي ووجداني، وبعدين الهوم اللي هو بيخاطب علاقاتي ما بينه وما بين الآخرين، والهيفن اللي هو بيكلمني للسما، فبقى في 5H موجود. ملخص جميل، وبشكر حضرتك جدا دكتور فيليمون كامل الخادم اسقف شباب على تشريفك لينا وعلى الكتاب حضرتك الرائع اللي وصف ولخص علاقة الإنسان بالقداس، اللي هي كمان بتلخص طريقه وعلاقته بربنا وبالسماء. نتمنى لحضرتك المزيد من التوفيق، ويكون في يعني إصدارات وإبداعات تانية أكتر. شكرا لحضرتك. شكرا، شكرا لوجودك، شكرا لك وكل المشاهدين. شكرا لك. نخرج مع حضراتكم الفاصل، وبعدها نرجع نتابع معاكم الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة، ونشوف الأمراض النفسية وحالات الاكتئاب اللي موجودة عند كتير من الناس، ممكن إزاي نتعامل معاها ومع ضغوط الحياة.